أولاً نتمسك بالوحدة والديمقراطية. الوحدة والديمقراطية هو تمثيل المركز لطبيعة التشاوري السياسي. فإن النظام التشاوري السياسي هي المنظمة للاتحاد الموحد للوطنية، وتحت راية الوطنية والاشتراكية وتمسك بالطريقة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، لكي نبذل جهودا مشتركة لتحقيق النهوض نهضة الأمة الصينية وتحقيق الأحلام الصينية. هذا هو القاعدة السياسية لأفكارنا المشتركة. فهذه القاعدة هو القاعدة لتعزيز الوحدة، وهي قاعدة لإذكاء الديمقراطية أيضا. في نظام التشاوري السياسي فإن الوحدة هو اتجاه والهدف، فلابد أن ننطلق ونركز على الوحدة لكي تعزيز وتوسيع نطاق الوحدة. أما الديمقراطية هو الهدف والوسيلة أيضا، من خلال الاستغلال بالديمقراطية وتشجيع النواب لتقديم النقد والمقترحات لتعزيز التشاور بين مختلف الأطراف لتوزيع التوافقات، وهذا متطلبات لتحسين حكومتنا أعمالها، وهو تمثيل الحي لأرخت الجماهير في أعمال التشاور السياسي أيضا. فلابد أن نتمسك بهذين الموضوعين، الوحدة والديمقراطية، ونتمسك بالاحتداء النقاط المشتركة وبعيدة عن النقاط المختلفة، لكي يتعامل بكل إخلاص ونرفض الشكريات واتجاه التطرف ونزعة التطرف، لكي نعمل على توطيد الفكرة السياسية الأساسية لبحث عن نقاط المشتركة لتعزيز الاتفاق إلى أقصى الحد، لتكوين القوة المتماسكة لدفع نهضة الأمة.